اول حاجه هنبدا بيها هتكون كيكه الميكروويف. النهارده هعملها بنكهه القرفه. عشان نعملها محتاجين 3 معالق كبار اللي هم معالق الاكل مش الغرف من الدقيق الابيض المنخول، محتاجين معلقتين كبار من السكر البني، وممكن يبقى سكر ابيض مفيش مشكله، رشه قرفه، ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، 3 معالق كبار من اللبن اللي هو اللبن الحليب، 3 معالق كبار من الزبده، ممكن تبقى زيت جوز هند لو انتوا عندكم مشكله مع الالبان. هنحط فانيليا مع القرفه، اللي عايز يعملها بفانيليا بس او بقرفه بس ينفع جدا، اللي عايز يعملها بالقهوه ينفع جدا، وهكذا. طيب ايه اللي هنعمله؟ اول حاجه نتذكر مع بعض ان لو الميكروويف عندنا ملوش برامج خاصة بالطهي اللي هو البرنامج ده للكيك والبرنامج ده لكذا والبرنامج ده لكذا، يبقى بنعمله على الكويك على الطبيعي. خلاص، مهم جدا جدا يبقى عندنا غطاء للميكروويف ويكون مخرم ويكون مخصوص للميكروويف، وده بيتباع دلوقتي في كل المحلات سواء اونلاين او المحلات بتاعت مستلزمات البيت. الحاجات اللي بندخلها الميكروويف لازم تكون مخصصة للميكروويف، لازم تكون حرارية، ما ينفعش تكون فوم سواء ابيض او اسود، ما ينفعش تكون بلاستيك مش معمول للميكروويف مخصوص، ما ينفعش تكون فيها رسومات بالذهبي او بالفضي لانه بيقراها معدن فبيعمل شرار جامد، ما ينفعش يكون فخار لان الفخار بيتفاعل المواد اللي مصنوع منها الفخار مع الاكل اللي جوه الحاجه، فما ينفعش يكون فخار. وينفع توقفه وتشغله، وينفع تعملوا دبل الكميه لو انتوا عايزين كميه اكبر، ما فيش اي مشكله خالص. تمام تمام. هاخد هنا الزبده وهحطها 30 ثانية في الميكروويف لوحدها علشان لما اجي اخلطها مع بقية المكونات تبقى اسهل بكتير. تقليبة كده للزبدة عشان اللي ما دابش يدوب. حلو قوي. ننزل السكر. مفيش بيض، مفيش بيض، انا مش ناسياه، مفيش بيض في الوصفة دي. السكر مع الزبدة، قلب كويس عشان تبقى ناعمة. فانيليا سايلة او باودر، قرفة، بيكنج باودر، حليب او لبن نباتي او عصير برتقان، اي تكتلات بظهر المعلقة كده اعملها. دقيق، ممكن تستخدموا دقيق شوفان لو عندكم مشكلة مع الجلوتين فتبقى الوصفة تنفع لأي حد. ده كده بورشن واحد، يعتبر بورشن متوسط لفرد. لو هو كبير بالنسبة لكم تقدروا تقسموه على اتنين بس كده. الكام بولة دول انتوا مش هتكون كمان عندكم في البيت، انتوا هيكون عندكم المعلقة والطبق بتاع الميكروويف بس. هاخده وهحطه على دقيقة ونص الأول.